سيداتي وسادتي، بحمد الله ورعايته لقد هبطنا في مطار دبي الدولي حتى التوقيت المحلي نشيط من الساعة 12:10 ظهرا، ودرجة حرارة خارجية 28 درجة مئوية. لراحتكم وسلامتكم وسلامة المسافرين من حولكم، الرجاء البقاء جالسين في مقاعدكم حتى تتوقف الطائرة نهائيا بحكم النزول. قبل مغادرتكم الطائرة رجاء التأكد من أخذ جميع أسعاركم الشخصية. بالنيابة عن قائد الطائرة وبقية أفراد الطاقم، نزل نشكركم لسفركم معنا على طيران الإمارات، كما نرجو تكونوا قد استمتعتم برحلتكم، آملين أن نكون في خدمتكم مرة ثانية في المستقبل القريب. طابت إقامتكم هنا، شكرا وإلى اللقاء. Ladies and gentlemen, welcome to Dubai. With the local time, it's 10 minutes to 12 in the afternoon and the outside temperature is 28 degrees centigrade. For your comfort and safety, please remain seated until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. Before leaving us here, make sure you take all belongings with you. On behalf of the captain and the rest of the crew, I'd like to thank you for choosing Emirates and I hope to see you in the near future. Thank you and good afternoon. Ha ha ha.